قبل ما ادخل في تفاصيل واخبار النادي الاهلي، عايز اقول خالص التمنيات والدعوات بالشفاء العاجل للزميل العزيز ابراهيم فايق بعد تعرضه لوعكه صحيه بالامس نقل على اثرها لاحدى المستشفيات، والفحوصات اثبتت اصابته بجلطه رئويه. باذن الله يقوم منها بالسلامه، الف سلامه عليه، وان شاء الله باذن الله يرجع يواصل عمله كما هو المعتاد. الف سلامه على زميلنا العزيز ابراهيم فايق. طيب اخبار